أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل في حصة جيوستراد، معكم في تقديمها رفيق عبود مع البروفيسور برقوق الباحث في الشؤون الاستراتيجية. نواصل حديثنا عن منطقة الساحل ضمن سلسلة حصة جيوستراد التي تعنى بشأنها الإفريقي. نواصل أيضا حديثنا في هذا العدد الجديد في جزئه الثاني عن جمهورية النيجر، سنتطرق خلاله عن الثروات الطبيعية التي يسخر بها هذا البلد الواقع غرب إفريقيا في ظل استغلالها من طرف الشركات الأجنبية وأغرق شعبه في الفقر. أولا قبل أن نبدأ بروفيسور برقوق، أهلا بك في هذا العدد الجديد. مرحبا سيدي، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. لعل الموارد الطبيعية التي تزخر بها دولة النيجر مثل الذهب اليورانيوم و موارد منجمية وطاقوية عديدة جعلها محل أطماع قوى إمبريالية حتى يومنا هذا. طبيعة الحال اليوم من الأسباب المباشرة لتواجد الأجنبي في كل إفريقيا عامة ومنطقة الساحل وبالخصوص دولة مثل النيجر، هو اليوم ربما تحدي كبير جدا للأجيال الصاعدة في القارة الإفريقية، هو كيف بإمكانها أن تحافظ على هذه الثروات الطبيعية، بحيث كما يقال إفريقيا غنية بثرواتها وشعوب فقيرة والسكان فقر مدقع. واليوم هناك حتى سياسات باللغة الفرنسية نقول شونتاج من طرف الشركات الكبرى ومن طرف هذه الجمهورية بخصوص الجمهورية الخامسة في فرنسا، أين أول شيء محاولة وقف المساعدات الغربية بصفة عامة والمساعدات الفرنسية عندما تمس المصالح الفرنسية، وحتى قدروا نتكلموا على المصالح الأمريكية. واليوم أكثر اليوم ما زاد طين بلة هو إحراز تقدم يعني ملحوظ للعيان للصين وحتى لروسيا الفيدرالية وتعزيز حضورهما في أخذ موقع هام وهام جدا وحتى الامتداد في إفريقيا، وهذا كذلك يزيد يوضح ويرسم خارطة الطريق بحيث حسابات الربح والخسارة تتواصل اليوم مع الضغوطات السياسية والاقتصادية. في البداية محاولة وقف المساعدات الغربية لهذه المنطقة، ثم استعمال ضغوطات دبلوماسية واقتصادية على هذه الدول، وحتى في كثير من الأحيان نوعا ما حتى لا يمكن أن نستبعد التدخل العسكري. ولذلك اليوم فيما يخص النيجر، الذريعة الأولى اللي هو دائما الغرب يعاود يولي لها هي يكون هناك انقلاب داخلي محلي. هذا لا يكفي، بل نجد الأهم من هذا هو النفوذ التقليدي اللي نتكلموا عن النفوذ التقليدي، هو تواجد الفرنسي بصفة خاصة والتواجد الغربي بصفة عامة، وهذا اللي راح يخلي أن نتكلم على هذا التواجد الفرنسي ينحصر بخصوص في هذه الدولة في هذه الجمهورية في الجمهورية الفرنسية، وين استطعت هذه الدولة غرس نفوذها في كل هذه المنطقة كما قلت المرة الفارطة. يعني منطقة جنوب الصحراء الكبرى أم يعني منطقة الساحل؟ اليوم فرنسا كاين لا زون دي فرون، منطقة الفرنك الفرنسي، وكاين منطقة الساحل، وكاين غرب إفريقيا، وهذا راح نلاحظ أن كل الثروات بخصوص المنجمية منها ذهب، فرنسا ما عندهاش أي منجم من ذهب ولكن عندها احتياطي سابع دولة في العالم، فرنسا ما عندها أي منجم في الأورانيوم، وعندها فرنسا اليوم تمتلك 14 مفاعل نووي. فرنسا وهي لا تمتلك هذه الثروات أصلا، ليس لها، وتعد من الدول التي تمتلك الذهب. إيه، وهذا يزيد يأكد تواجد الدولة الفرنسية في هذه الدول الإفريقية، وتحاول دائما إبقاء على مصالحها في المنطقة، وذلك بأخذ أجندات استعمارية ولكن بطريقة حديثة، وتحاول تمارس ضغوطات كما قلت لك المرة الفارطة، ضغوطات أكثر ذكاء من قبل، يعني غيرت الأساليب ممارسة الضغوطات. بروفيسور، دولة النيجر رغم كل هذا الكم من الثروات والموارد الطبيعية إلا أنها فقيرة. طبيعي.
فشعبها لم يستفد شيئا ولم يغادر دائرة الفقر والأزمات المختلفة. طبيعة الحال ككل يعني غالبية الدول بالخصوص الدول الفرنكوفونية يعني رب ضرة نافعة كما يقال، رب ضرة نافعة، بحيث اليوم هناك بعض الدول اللي موجودة في الساحل الإفريقي صراحة هناك نضج سياسي داخل النخبة السياسية لهذه الدول، وبالتالي اليوم نفض الغبار على مشاريع استثمارية لموارد طبيعية محلية من طرف ربما شركات حتى محلية، محلية حتى أنها قامت يعني بداية بإبرام اتفاقيات مع دول إفريقية فيما بينها في الجوار يعني فيما بينها. على ذكر مثلا الجزائر مؤخرا يعني عادت سونكراك من أجل يعني تكوين الإطارات في النيجر من أجل استغلال ثرواتها بنفسها واتفاق شراكات أخرى بين البلدين. بروفيسور، على ذكر الشركات يعني استغلت العديد من الشركات متعددة الجنسيات الغربية ثروات طبيعية للنيجر، غادرت معظم آخرها شركة أورانو الفرنسية في 31 أكتوبر الماضي بسبب عدم قدرتها على تصدير هذه المادة، وأيضا بسبب ضغوطات من الداخل. كي نتكلموا على الشركات ونتكلموا على إفريقيا ونتكلموا على الاستعمار الفرنسي، هنا يجبرنا يعني الحال باش نتكلموا الفرق بين الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي. فرنسا كما قلت لك ربطت كل المستعمرات تاعها بتقارير التعاون، وهذا تقارير التعاون فيه المعلن والمخفي أعظم، وما خفي منه أعظم. وبالتالي اليوم غالبية الانقلابات العسكرية اللي جرات في الدول الإفريقية هي من إحاكة المستعمر الفرنسي. نفس الشيء أنا نقول لك فرنسا دخلت في تشاد 17 مرة بدون رجوع إلى نجامينا، تدخل بشكل مباشر حسن هبري كان هو الراعي لهذا. وهنا كنت نعود للموضوع تاع النيجر، هناك مدينة الريت، هي مدينة الموت، هذه العبارة، أكبر احتياطي النفط موجود في احتياطي الأورانيوم موجود في هذه المدينة، حتى يعني من بعد نشوف باللي تم اكتشاف النفط في النيجر في 2011 شركة صينية اللي قامت بهذا، واليوم هناك احتياطات للنفط فيما يخص النيجر. فيما يخص هذه الشركات، أول شركة قامت بالتنقيب على الأورانيوم يعني 50 سنة قبل الاستقلال تشاد هي كوجيما، وما في كل شركات فرنسية. بعدين أتت شركة أريفا اللي صالت وجالت في النيجر، ثم الفضائح الكبيرة اللي صارت الأريفا، تم اختيار أو تم مش اختيار تم اختراع شركة أخرى اللي هي أورانو في وليس بعيد في أوت 2017 تم اختراعها. وبعد الابتزازات وبعد كل الحيل، ويعني هذه العبارة سارقة القرن للجمهورية الفرنسية لكل الموارد النيجيرية. اليوم في النيجر هناك الأورانيوم وهناك الليثيوم وهناك النفط، وبالتالي اليوم هذه الشركات لعبت دور كبير كبير جدا في قبل ما تروح. كانت هذه كوميناك نفس الشيء، هذه في 31 مارس 2021 قررت هذه الشركة، شركة كوميناك هذه تمتلك 59% من أسهم شركة أورانو الفرنسية، ووقفت كل أنشطة التعدين. وهذا كذلك هذا اللي خلى اليوم نتكلم على على هذه المدينة، مدينة إيرليت. نتكلم على إيرليت مدينة مربوطة بكوميناك هذه الشركة، وهناك شركة فرنسية اللي هي هذه، وكاين شركة أخرى نيجيرية اللي تم يعني قامت فيما بعد بمساعدة هذه الشركة
الفرنسية ولاستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في النيجر، هي سامير. وهنا كذلك نقطة هامة وهامة جدا اليوم في النيجر هو محاولة كثير من المنظمات الغير الحكومية سواء كانت إفريقية أو أوروبية بغلق كل الشركات الفرنسية ومتابعتها قضائيا، يعني هذه تبنات المتابعة القضائية، المتابعة القضائية حتى الوصول إلى شركات إلى محاكم دولية. وبطبيعة الحال تم وقف هذه في إرليت نفس الشيء، هذه الشركات وصلت حتى في 78 أين تم إغلاق هذه الشركة في 2021 بعد نفاذ احتياطي الأورانيوم، وبالتالي ساهمت كثيرا في تدمير حتى ولو السكان المحليين وعلى رأسهم التوارك هذه يطالبوا بعد ما شافوا أن الأورانيوم خاص بدولة النيجر، وأصبحت بعد ما أصبحت فرنسا وتربعت على العرش ولات فرنسا دولة نووية كما احنا نقوله بين قوسين على عاتق كل المجهودات الشعب والسكان النيجيري، وهي لا تمتلك شيئا. بروفيسور سنعود بعد الفاصل ونواصل النقاش في هذه النقطة. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد في حصاد جيوستراد، معكم في تقديم رفيق عبود مع البروفيسور سالم برقوق الباحث في شؤون الاستراتيجية. نواصل دائما حديثنا في العدد الثاني أو الجزء الثاني من عن دولة النيجر وثرواتها الطبيعية التي كانت محل أطماع الدول الإمبريالية. بروفيسور برقوق، استغلت العديد من الشركات الأجنبية ورقة الإرهاب والصراعات والوضع الأمني في البلاد من أجل نهب ثروات النيجر دون محاسبة أو مراقبة. قبل هذا نعطيك يعني مؤشر فقط، تشوف الغطرسة، غطرسة الاستعمار الفرنسي في إفريقيا، بحيث بعد المحاكمات وبعد التحقيق من بعض اللجان وبروز إلى السطح ملف النفايات والإشعاعات النووية اللي كانت في بخصوص مدينة إرليت، والوفيات كانت مقابر جماعية للسكان في هذه المنطقة، ثم غلق كل المصانع، تم تدمير كل البنى التحتية للشركات لكي لا تستفيد منها الدولة، دولة النيجر. هذا ما كفاش، ونزيد نأكدوا نقطة هامة وهامة جدا، أثناء بروز الجماعات الإرهابية في كل إفريقيا، في مالي، في بوركينا فاسو، إلا دولة النيجر دولة مستقرة. ما دام المصالح الغربية وبالخصوص المصالح الفرنسية تمشي، كان لابد من إبقاء على استقرار هذه الدول. نفس الشيء اللي حدث في دارفور في مخص السودان. السودان مستقرة، دولة بترولية، لا دولة، أكبر دولة في إفريقيا، أكبر دولة عربية من حيث المساحة. احنا كنا نتكلمون نقولوا دلتا النيل يكفي لتحقيق الاكتفاء الغذائي لكل الوطن العربي، وللأسف الشديد اليوم دولة مثل السودان والسودانيين ما يموتوا جوعا. نفس الشيء اللي حدث في دارفور في السودان عندما تم اكتشاف النفط، بدأت المشاكل في السودان، وبالتالي تم فصل جنوب السودان على باقي السودان، مادام السودان هي
جنوب السودان فيه النفط، في يعني دولة وأغرقوها في المشاكل، يعني وأغرقوها في المشاكل، وكانت فيه حتى حروب أهلية. نفس الشيء كان في قلت في دارفور، ونفس الشيء كان حتى بدأت البلبلة في نيجيريا. ولكن هذا هو الشيء اللي يختلف، هو استعمار استعمار، ولكن الشيء اللي يختلف بين الاستعمار الانجلوساكسوني والاستعمار الفرنسي الفرنكوفوني. اليوم فرنسا تسعى جاهدة لإبقاء على مجموعة الفرنكوفونية، يعني على إذا ما فرقوا هنا كان باللغة الفرنسية نقولوا أن فرنكوفون ونقولوا أن فرنكوفيل الفكر. إيه الأول مرحبا به، اللغة متمكن باللغة زيادة في المجتمع، نعم. ولكن الثاني اللي هو مسمى مباشرة شخصية وهوية المجتمع، هذاك الخطر، وهذاك ولعبت عليه فرنسا وكونت النخبة للحفاظ على المصالح الفرنسية في هذه الدول. وبالتالي اليوم شوفوا دولة كيما مالي 13 لغة رسمية، ولكن لغة الإدارة ولغة العمل ما زالت هي اللغة الفرنسية. نفس الشيء في النيجر، هذا 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 كذلك. بروفيسور، نعود إلى استغلال الشركات الأجنبية، أغلبها فرنسية، ورقت الوضع الأمني والإرهاب في هذا البلد من أجل نهب الثروات دون محاسبة. شوف، أول رئيس كان في مباشرة بعد استقلال النيجر راح يطالب برفع السعر المرجعي للورانيوم، تم خلعه من طرف السلطات الاستعمارية، السلطة الفرنسية، الدولة مستقلة. ومن بعد هذا نظام ديوري، واسمه نظام ديوري، وفيما بعد أتى وهذا حدث مع ساركوزي لنظام طنجة، ولكن هنا تم رفع مضاعفة سعر الأورانيوم. ما مشاتش الأمور، وكانت أمور يعني خلاص المجتمعات كلها بعد حدث 11 سبتمبر، كل أمور يعني خرجت من أيدي القوى الكبرى. هنا انتقلنا إلى مرحلة ثانية، مرحلة التواجد الاقتصادي ومرحلة السيطرة على النخب السياسية. ظهرت برزت أمور أخرى وتحديات أخرى لهذه المجتمعات، وراح نشاهد طرح ثاني لاستغلال هذه الثروات. الطرح هو طرح أمني عسكري بحت. هذه الجماعات الإرهابية، هنا كذلك نقطة استفهام كبيرة وكبيرة جدا حتى على مستوى كثير من الملفات الأمنية اليوم. هل وهذا هو الحديث، هل عمليات برخان وسيرفال اللي كانت يعني الغاية السامية وراءها هو كبح التحركات الإرهابية في المنطقة؟ هذا اللي خلى اليوم تمركز فرنسا في غرب إفريقيا، محاولة تحويل مركز، هذا المركز تيكستان إلى أكبر مركز في أوروبا لتحويل الأورانيوم. هنا فرنسا خرجت للعيان أن الدولة هذه، دولة النيجر، دولة بين قوسين تخدم وداخل أجندة استراتيجيك لما يخص الجمهورية الفرنسية، وبالتالي المساس بهذه الدولة هو مساس بسيادة الدولة الفرنسية، وظهر ذلك جليا في الأجندة الأمنية. حتى كنت كلم الحديث في لوطان، استعمال الحلف الأطلسي في كثير من المرات بتمويل ومساعدة فرنسا. إذن هناك اليوم نفس الشيء حدث للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. أول مرة رايس وزير الخارجية الأمريكية تتكلم على الأمننة الشرق الأوسط الكبير، أمننة الشرق الأوسط الكبير، يعني نوصلوا إلى استعمال القوة للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، بالخصوص بدءا ببحر قزوين ورواح.
كل الشرق الأوسط استعمال شتى الوسائل للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. فرنسا نفس الشيء ولكن بطريقة أخرى. فرنسا لديها باع كبير في إفريقيا اليوم. هذا هو يعني البارادوكس اللي موجود اليوم. هناك خلاف بين قوتين غربيتين في المنطقة، بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الساحل. منطقة الساحل في هذه النقطة بالذات فرنسا لها باع طويل في إفريقيا ومنطقة الساحل. يعني الدخول في هذه الآونة في المتتبع لشأن الإفريقي يلاحظ أن صراع دول الكبرى من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي على مبدأ رابح رابح، وأيضا الندية في المعاملات على عكس الممارسات السابقة التي انتهجتها فرنسا في معاملتها مع مستعمراتها. يعني ظهر قوى أخرى في مقدمتها، مثلا الصين التي قدمت لهذه البلدان شروط يعني أكثر مرونة وأقل إجحافا مقارنة بفرنسا. صراع قوى الكبرى على هذه الدول في مقدمتها، مثلا حديثنا اليوم عن النيجر، كيف هذا ينعكس هذا الصراع على الدول مثل النيجر في مجال التنمية. هو التواجد الأجنبي في القارة الإفريقية وبالخصوص بعض الدول في القارة الإفريقية، هو مهما كان صيني أمريكي فرنسي بريطاني، هو راح يمس مباشرة بسيادة الدولة في حد ذاتها. اليوم أنا قلت لك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ميزانية دفاع على وجه الأرض هي تابع الولايات المتحدة الأمريكية، 8,800 مليار دولار. هذه ميزانية الدفاع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الميزانية تساوي باقي كل ميزانيات العالم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من هناك، تمتلك أكثر من 800 قاعدة عسكرية متوزعة. اليوم الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي في حد ذاتها ستين اندستري. المركب الصناعي العسكري الأمريكي أكبر استثمار. في المقابل راح نوجدوا وتكلمت عليها، الصين تمتلك قاعدة عسكرية واحدة خارج الصين اللي هي قاعدة جيبوتي. ولكن تواجد الصين، نأخذه إفريقيا فقط، تواجد الصين في إفريقيا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستثمارات موجود بكثرة، ربما أكثر من دول الاستعمارية من دول تقليدية. أنا الطريقة تختلف اليوم. دولة مثل تنزانيا ذهب اليوم لدار السلام، يقول تنزانيا دولة متقدمة، دولة سائرة، نطايم إيمرجون، ولكن في الواقع تنزانيا غارقة في الديون الصينية. وهناك مثال دولة مثل سريلانكا، نفس الشيء. هناك استثمارات صينية في سريلانكا، تم غرق كذلك هذه الدولة في ديون صينية. وش صار فيما بعد؟ وش هو الحل؟ اتفاقية 99 سنة استغلال موانئ في سريلانكا. كل موانئ الاستراتيجية هم في يد الصين الشعبي. يعني النوايا دائما لم تكن صادقة، يعني مهما هي الاستراتيجية وحدة ولكن التكتيك يختلف. نفس الشيء أنا نتكلم وضعك ونقوله هذا استعمار استيطاني، وهذا الاستعمار يجي بالقوى الناعمة. هذا الاستعمار كيجي يشوف دولة فيها موارد طبيعية يقعد ينهب إخلاص المواد يجي رايح. صح، لي عنده استراتيجية بعيدة المدى هو الاستعمار الاستيطاني، هو مس مباشرة هوية المجتمعات، والهوية هو الدين، هو اللغة، هو العادات والتقاليد، هو لمود دو في كوتيديان. وهذا هو رأس اليوم، رأس وجوهر. كنت تكلموا على العولمة اليوم، مش منقصد بالعولمة، هي أمركة العلاقات الدولية. هل استطاعت الولايات المتحدة أن تصل قبل من الولايات المتحدة الأمريكية؟ اليوم نشوفوا التضحيات اللي راح تقدمها تركيا مقابل تنتظر انضمام تركيا للحلف للاتحاد الأوروبي. ولكن لن ولا تقبل تركيا كعضو في الاتحاد الأوروبي. السبب واضح، الأتراك مسلمين، خلافة إسلامية،
وبالتالي رغم التضحيات المقدمة من طرف تركيا راح يتم رفض هذا. وكان ذلك اليوم في الاتحاد الأوروبي كنتكلموا على دستور أوروبي موحد، ما استطاعوش الأوروبيين باش يكون عندهم هذا الدستور. باركونت اليوم في الدول الإفريقية بالخصوص هذه الدول اللي راهي موجودة في الساحل كل المعطيات متوفرة، ولكن المعطى الأساسي مش موجود وساهم فيه الاستعمار باش ما يكونش، هي إقامة النواة الأولى لهذه المجتمعات باش يتم إيجادها. لابد من إقامة دولة وطنية داخل هذه المجتمعات، بالتالي دولة وطنية واحدة قائمة على أسس ومبادئ صحيحة اللي راح إن شاء الله يكون عندنا الوقت نتكلموا بالتفصيل على الدولة الذكية، نتكلموا على الدولة الفاشلة، نتكلموا على الدولة المنهارة، نتكلموا على الدولة المنطقية. كل هذه من صفات بروز هذه الدول لقيادة هذه المجتمعات الإفريقية، لأن قلت لك اليوم إفريقيا مفتوحة على مصراعيها، وكان يكون فيه تأطير بالخصوص الموارد البشرية الموجودة، رأس المال البشري الموجود فيها، راح تخرج البر الأمان. يعني أستاذ باش نختم حصتنا هذه، يعني أنه لم تتغير ذهنيات سواء القوى العظمى سواء التقليدية أم الصين أم دول أخرى، يعني بقيت دائما في التفكير، تغيرت الأساليب فقط وإنما الاستغلال موجود. طبيعة الحال طبعا قلت لك الاستراتيجية نفسها، ولكن التكتيك راح يتغير، والمهم الهدف واحد زائد واحد نسناو اثنين، هو الهدف المصالح. شوف العلاقات الدولية إيش هي العلاقات الدولية، هذه كلمة قالها ترامب في العهدة الأولى، قال الصين عمره إلا كان عدو للولايات المتحدة الأمريكية، الصين كونكيرون منافس للولايات المتحدة الأمريكية. والعلاقات الدولية واش نقولوا احنا، لا عدو دائم ولا صادق دائم، وإنما المصالح هي دائمة. هذا هو الأساس. شكرا لك بروفيسور سالم برقوق الباحث في الشؤون الاستراتيجية. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية هذا العدد، شكرا لكم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة، متابعة طيبة لبقية برامج إفريقيا فام. إلى اللقاء.